Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يخاطبنا في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالمواخاة بين المسلمين بعد الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بين المهاجرين والأنصار. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد في الأحاديث المباركة على هذا الإخاء قائلاً: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: المسلمون، وفي رواية: المؤمنون، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. فهذه الآية المباركة وهذه الأحاديث المباركة من لسان النبي صلى الله عليه وسلم تدعونا إلى أن نكون متحدين في جميع أمور حياتنا وشؤون حياتنا، وأن تكون كلمة المسلمين كلمة واحدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس كربة ومن نفس عن المسلم كربة من كربات الدنيا نفس الله عنه
كُرُوبَةً مِنْ كُرُوبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الخطبة المباركة أن يؤيد الإسلام بنصره وبالمسلمين جميعاً وأن يوحد كلمة المسلمين والمؤمنين جميعاً من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب وأن يكون المسلمون جميعاً يد واحدة على من سواهم من غير المسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم ارزق رؤساءنا وأهل حكمنا بطانة صالحة يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه إنه هو الغفور الرحيم. استووا وسووا صفوفكم. فضلكم الله، والله نرحب بكم، يكون لنا هذا سعادة والله للدنيا والآخرة، تكون والله سعادة لنا، والله يعني هذه سعادة، الله يبارك فيك، حياكم الله، الله يبارك فيك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
بيوتكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم جميع بلاد المسلمين ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلب وقت النزع إيماننا وارزقنا خيري الدنيا والآخرة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وفرق بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وخالف بين وجوههم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا